اهلا بكم اعزائي اولياء امور وطلاب الصف الخامس، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده معانا مع الدرس الرابع والدرس الخامس من منهجنا كونكت 5. طبعا قبل ما نبدا، اللي حابب منكم يتواصل معايا بشكل مباشر هسيب لكم لينك جروب التليجرام ولينك صفحه الفيسبوك في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كمان ما تنساش لو عجبك المحتوى واستفدت منه تشترك في القناه وتعمل لايك، هيساعدني جدا جدا. ودلوقتي نبدأ الدرس بتاعنا. هو الدرس بتاعنا عبارة عن writing يعني كتابة و project يعني مشروع. هنتعلم ازاي نكتب عن وصفة مفضلة لينا. الوصفة الموجودة هنا في الدرس هي وصفة البسبوسة او طريقة عمل البسبوسة. اول حاجة هنبدأ بيها هي ال key vocabulary، زي ما تعودنا key vocabulary اللي هي المفردات الرئيسية او الكلمات الاساسية بتاعت الدرس. اول كلمة معانا ingredients. ingredients ingredients معناها مكونات. oven 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 اللي هو الفرن. لاحظوا ان هنا حرف الاو بيتنطق ا oven. ملوخية ملوخية هي الملوخية. recipe 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 هي الوصفة. بسبوسة طبعا عارفينها كلكم. سيمولينا سيمولينا سيمولينا. طبعا نلاحظ هنا حرف الاو تقريبا كده مش بنسمعه او مش منطوق او بيتنطق بشكل خفيف. سيمولينا 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 اللي هو الدقيق السميد اللي هو الدقيق اللي بنعمل منه البسبوسه. سيرب 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 اللي هو الشراب او الشربات اللي بنسقي بيه البسبوسه بعد ما نطلعها من الفرن. lentil soup lentil soup lentil soup هي شوربه العدس. بعد كده معانا extra vocabulary المفردات الاضافيه. diamond 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 ماسه. sugar 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 سكر. mixture mixture mixture. ولاحظ هنا حرف التي بيتنطق تش، دايما التي لما يجي وراه حرف اليو بيتنطق تش تش زي التي والشين كده. mixture mixture خليط. knife 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 سكين. طبعا حرف الكي دايما قبل الان سايلنت ما بيتنطقش. saucepan 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 قدر او اناء صغير. dish طبق. butter butter زبده. shape shape شكل. cocktail juice cocktail juice cocktail juice عصير كوكتيل. baking powder baking powder almonds almonds almond. خلي بالكم من كلمة almond اللي هو اللوز، طبعا حرف ال silent ما بيتنطقش. almond 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 اللي هي حبة اللوز الواحدة. almonds اللي هي حبات اللوز اللي هو الجمع بتاعها. melted 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 يعني مذاب. بعد كده conjugation of verbs تصريف الافعال. طبعا الافعال منقسمه الى منتظم وغير منتظم زي ما بنعمل في كل درس. اول حاجه الافعال المنتظمه bake baked. لاحظ ان حرف الدي بتنطق ت baked وحرف الاي هنا سايلنت ما بيتنطقش. bake baked. mix mixed برضه نفس الكلام اي والدي بتنطق ت mix mixed. pour يعني يصب او يسكب poured. boil boiled. share shared. بعد كده الافعال غير المنتظمه make made put put take took cut cut find found. بعد كده معانا important expressions and prepositions التعبيرات وحروف الجر الهامه. way out
way out يزن. طب الحرفين ال G وال H هنا silent. way out for about 10 minutes. for about 10 minutes لمدة حوالي 10 دقايق. turn on. turn on يشغل. take out. take out يخرج. by hand باليد. looks really pretty. looks really pretty تبدو جميلة للغاية. بعد كده جيب الـ abbreviations اللي هي الاختصارات. نخلي بالنا ان TSP هي اختصار لكلمة teaspoon. teaspoon اللي هي معلقة الشاي او المعلقة الصغيرة. tablespoon. tablespoon دي اختصار لكلمة table. tablespoon اللي هي المعلقة الكبيرة اللي بناكل بها الحاجات اللي زي الرز والكلام ده. فكده نفهم الاختصارات دياتي. إن لما يقول لي دياتي نقولها teaspoon. نقراها teaspoon. طبعا مش نقراها TSP. هنقراها teaspoon والمقصود بها معلقة صغيرة. دي أنا نقراها tablespoon والمقصود بها معلقة كبيرة. بعد كده دي الوصفة بتاعتنا زي ما قلت لكم. دي وصفة وطريقة عمل البسبوسة. What is the recipe for? What is the recipe for? يعني الوصفة دي بتتكلم عن إيه؟ أو دي وصفة إيه؟ My favorite recipe. وصفة المفضلة. We cook lots of different things. Such as lentil soup, فول مدمس, and ملوخية. يعني بنقوم بطبخ كثير من الأشياء. زي شوربة العدس, فول مدمس, الملوخية. My favorite thing to bake is basbousa. وصفتي المفضلة هي البسبوسة. This is how you make it. وهذه هي الطريقة اللي انت بتعملها بيها. أول حاجة, first, أولا, you need to turn your oven. يعني انت محتاج انك انت تشغل الفرن بتاعك. On. To get it hot. عشان الفرن يسخن. يعني ما ينفعش تحطها في الفرن وتشغل الفرن بعد كده بتستنى لما يسخن. لا, لازم تحطها في الفرن يكون سخن. Then weigh out the ingredients. وبعد كده اوزن المقادير او المكونات بتاعتك. Then you mix the semolina, coconut, sugar and melted butter. وبعد كده تخلط المكونات بتاعتها اللي عبارة عن دقيق السميد وجوز الهند والسكر والزبدة السايحة. بعد كده you should mix these ingredients by hand. يعني ينبغي انك انت تخلط المكونات دياتي باليد او تعجنها بيدك كده. I love doing this. احب فعل ذلك. Then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish. وبعد كده هنضيف الزبادي وهنصب الخليط في إناء أو في طبق الخبيز. بعد كده you can use a knife. ممكن تستخدم سكين. To make diamond shapes on top of the بسبوسة. يعني بتقسم صينية البسبوسة على شكل الماسة. طبعا كلكم عارفين الشكل اللي هو يشبه الماسة ده. بنقسمها قطع وكل قطعة تشبه حتة الماس كده في الشكل. Put an almond اللي هو اللوز. يعني حط حباية لوز on each diamond على كل قطعة ماس أو كل قطعة بسبوسة. يعني. It looks really pretty. تبدو جميلة حقا. Bake the بسبوسة in the oven for 30 minutes. ونضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة. Make the syrup. بعد كده هنعمل الشربات. Put the honey. بشرح لك هنا طريقة عمل الشربات البسبوسة. هتحط العسل. Water. الماء. And lemon. والليمون. Juice. طبعا lemon juice. عصير الليمون. Into a saucepan. كل ده في إناء طهي. Boil the mixture. هتغلي الخليط. For about 10 minutes. لمدة حوالي 10 دقايق. Take it out of the oven. بعد كده طلعها من الفرن. Then pour the syrup over the بسبوسة.
وبعد كده بعد ما بتطلع صينية البسبوسة من الفرن هتصب عليها الشربات اللي انت عملته. cut the بسبوسة، قطع البسبوسة and share it with your family، وتشاركها أو كلها مع الأسرة بتاعتك. ده الجزء الخاص بالتدريبات general exercises or lessons 4 and 5، تدريبات عامة على الدرسين اللي احنا أخدناه. أول حاجة سؤال الاستماع listen and write true or false. هقرأ نص الاستماع ونحله مع بعض. طبعا نص الاستماع موجود في آخر الكتاب. نسمع كده مع بعض. To make basbousa we put honey, water and lemon juice into a sauce pan. We boil the mixture for about 10 minutes until it becomes thick syrup. Finally, we pour the syrup over the basbousa. كده احنا قرينا نص الاستماع. طبعا المفروض انت بتسمعه مش مترجم بالعربي. هنحل دلوقتي الاسئله بناء على اللي احنا سمعناه. We put honey, water and lemon juice into a saucepan. طبعا true. هنكتب هنا حرف T. بعد كده We boil the mixture for about 10 minutes. بنغلي الخليط لمدة 10 دقائق. طبعا true، إجابة صح، نكتب حرف T. بعد كده We pour the syrup over cheese. بنضع السيرب أو الشربات على الجبنة. طبعا false، هنكتب حرف F. بعد كده معانا سؤال choose، سؤال اختياري. All the ingredients، كل المكونات هنا big bowl by hand. طبعا هنا mix يعني اخلط كل المكونات بالإيد، اللي هي مكونات طبعا البسبوسة. We use a to make a diamond shapes، عشان نعمل أشكال ماسية on the top of the بسبوسة، على أعلى صينية البسبوسة. طبعا بنستخدم knife، سكين. We haven't got، يعني ليس لدينا mango trees in our garden. طبعا we haven't got any mango trees. بعد كده the basbousa with your family. طبعا share فعل الأمر، بيبقى فعل في المصدر. بعد كده معانا سؤال التفصيل زي ما انتم عارفين read and match. أول حاجة my sister cooked. cooked يعني طهت أو طبخت lentil soup yesterday. هنختبر دي number one، يعني طبخت شوربة عدس بالأمس. I bought the ingredients، يعني اشتريت المكونات. To make a cake، لصنع كيك، هتبقى number two. I put the syrup into، يعني وضعت الشربات في a big saucepan، هتبقى number three. You need to، أنت تحتاج أن turn your oven on، إنك تشغل الفرن بتاعك before baking، قبل ما تخبز. بعد كده معانا سؤال القطعة، هنقرا القطعة ونجاوب على أسئلته. We cook lots of different things such as lentil soup، فول مدمس and ملوخية. بنطهو كثير من الأشياء زي شوربة العدس والفول مدمس والملوخية. My favorite thing to bake is basbousa. This is how you make it، دي الطريقة اللي انت بتعملها بيها. First you need to turn your oven on to get it hot. أول خطوة بتسخن الفرن بتاعك. Then weigh out the ingredients، بعد كده بتوزن المكونات. Then you mix the semolina, coconut sugar and melted butter، بعد كده بتخلط المكونات بتاعتها اللي عبارة عن دي السيمولينا وجوز الهند والسكر والزبدة السايحة. You should mix these ingredients by hand، ولازم تخلطها بالإيد. I love doing this، أحب فعل ذلك. Then you add the yogurt، بعد كده بتضيف الزبادي. And pour the mixture into a baking dish، وبعد كده بتحطهم في البيكنج ديش وعاء او اناء الخبيز اللي هو يصب الصينيه. You can use a knife، ممكن تستخدم سكينه، to make diamond shapes on top of بسبوسه، بتقسمها على شكل ماسي باستخدام السكين. Put an almond، ضع حبه لوز on each diamond، على كل قطعه. It looks really pretty، تبدو حقا جميل. Bake the بسبوسه in the
oven in the oven for 30 minutes. بعد كده هتضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة. دي أسئلة القطعة. The underlined word pretty. كلمة pretty means طبعا beautiful. جميل. This text has a nas is about how to bake بسبوسة. طبعا النص ده بيتكلم عن ازاي تعمل او ازاي تخبز صينية بسبوسة. What are the ingredients of بسبوسة؟ ايه هي مكونات البسبوسة؟ طبعا زي ما قلنا في القطعة اول حاجة سيميلينا اللي هو دقيق السميد وكوكونات جوز الهند والشوجر السكر and melted butter والزبدة السايحة وطبعا معهم يوغرت نضيف بعد كده يوغرت اللي هو الزبادي and yogurt yogurt اللي هو الزبادي. What things can we cook؟ ما الأشياء التي نستطيع طبخها؟ مثلا هو جيب لي هنا أمثلة زي lentil soup شوربة العدس اللي هم جابهم في أول القطعة. Full مدمس and ملوخية. طبعا أشياء تانية كتير بس هو دي طبعا الأمثلة اللي ذكرها في القطع. بعد كده معانا سؤال الترتيب. We make we can نحن نستطيع make delicious mango juice. We can make delicious mango juice. بعد كده you أنت should ينبغي mix the ingredients ينبغي أن تخلط المكونات by hand باليد. بعد كده رقم number 3 put يعني ضع almonds اللي هو حبات اللوز on the top of بسبوسة على أعلى صينية البسبوسة. She هي likes تحب to cook تحب أن تطهو ملوخية. بعد كده سؤال علامات الترقيم punctuate the following. What dishes can you make with apples؟ طبعا هنخلي ال W capital أول حرف كلمة what وطبعا ده سؤال لأنه بدأ بكلمة what فيبقى آخره علامة استفهام. آخر حتة معانا ودي مجاب عنها في آخر كتاب اللي هو سؤال الباراجراف. طبعا الباراجراف معروف مطلوب فيه 40 كلمة عن your favorite recipe ازاي تتكلم عن الوصفة بتاعتك المفضلة. وجايب هنا الجايدنج اليمنتس العناصر الارشاديه او الكلمات اللي احنا هندخلها في جمل زي ميكس يخلط وافن اللي هو الفرن. طبعا سهل انك انت تكتب على انك انت قريت الموضوع بشكل مفصل. ولو حابب تكتب وتصور اللي انت كتبته تبعته لي على جروب التليجرام مفيش اي مشاكل. ان شاء الله نلقاكم في فيديو جديد قريب باذن الله. جود باي.